تستعد وزارة الداخلية المتمثلة بشؤون الجنسية والجوازات والإقامة لتدشين المرحلة الثانية من مشروع التسهيلات الجديدة للتأشيرات متعددة السفرات، والتي من المزمع إطلاقها في إبريل المقبل. وتأتي هذه التسهيلات لتكمل ما تم تنفيذه في المرحلة الأولى من المشروع، والتي تضمن منح رعاية 66 دولة تأشيرات فورية وإلكترونية، وزيارة عدد الدول التي يسمح لرعاياها بالحصول على تأشيرات إلكترونية إلى 102 دولة، بعد أن كانت 38 دولة فقط. حيث تضمنت هذه المرحلة تسهيلات نوعية في نظام إصدار التأشيرات إلى البحرين لتخدم شريحة واسعة من المستفيدين تضم رجال الأعمال المقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي وزوار دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى رعاية 102 دولة الذين يحصلون على تأشيرات فورية وإلكترونية. ويعد هذا المشروع واحدا من أبرز المشاريع التي تنفذها شؤون الجنسية والجوازات والإقامة في إطار سعيها لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز القطاع السياحي، بما يتوافق مع برنامج عمل الحكومة 2015-2016 ويخدم مسيرة الرؤية الاقتصادية للمملكة 2030. رجعنا من بعد التقرير ونرحب بالسيد شوقي محمد السبيعي مدير إدارة المنافذ والشيخ أحمد بن عبد الله الخليفة مدير إدارة التأشيرات والإقامة. صباح الخير. صباح النور. صباح الخير والنور والسرور. شيخ أحمد، في البداية لو نتكلم شنو هو مشروع التسهيلات الجديد لإصدار التأشيرات؟ هو مشروع، في البداية نرحب عليكم وعلى جميع المشاهدين والمستمعين. هو طبعا مشروع التسهيلات الجديد هو تبع، يعني هو المرحلة الثانية من مشروع التسهيلات الأول اللي نصدر فيه قرار مجلس الوزراء بزيادة عدد الدول من 38 ل 102 دولة. فإجراء عقب التقييم للمرحلة الأولى يلنا تطبيق المرحلة الثانية اللي هي تسهيل إجراءهم ودخولهم للمملكة. يعني أستاذ شوقي، إذا تكلمنا ما هي التسهيلات الجديدة في هذه المرحلة؟ مثل ما تفضل الشيخ أحمد، إن هذه المرحلة الثانية من مشروع التسهيلات، وتشمل وتستهدف زوار دول مجلس التعاون والمقيمين دول مجلس التعاون ودول 102 دولة. التأشيرات المستحدثة بتكون لعدة سفرات وإقامة لمدة أسبوعين في المملكة. نعم. الشيخ، نتكلم عن طبعا الفئات المستفيدة لهذه المرحلة، خاصة بعد هذه التسهيلات الأخيرة. هي بتكون طبعا هم بيكونون رجال الأعمال، وبيكونون زوار دول مجلس التعاون، وهذا يعني هي تأشيرة يعني جديدة في عندنا، ومقيمين دول مجلس التعاون ودول 102 دولة. هذا يعني هم يكون التسهيل لهم لرفع الحركة الاقتصادية، للتشجيع على السياحة للمملكة. أستاذ شوقي، إذا نقدر نتكلم شوي أكثر عن المزايا اللي بتستفيد فيها يعني الفئة هذه من هذه التسهيلات الجديدة. في بداية حديثي قلت لكم أن المستهدفين هم المقيمين بدول مجلس التعاون ودول 102 دولة اللي سبق أن يحصلون تأشيرات بالمنافذ أو عن طريق الموقع الإلكتروني.
وزوار دول مجلس التعاون. التأشيرات بتصير لعدة سفرات ولمدة أطول 3 شهور، وإقامة في كل زيارة لمدة أسبوعين. هذا بالنسبة للمقيمين في دول مجلس التعاون. أما الزوار دول مجلس التعاون ممكن الحصول أو على التأشيرة المسبقة، واللي بتكون أيضا لعدة سفرات وصالح لمدة شهر. مزايا هذه التأشيرات بتمكن أو بتساعد المستفيدين التنقل بحرية لأكثر من مرة، وإقامة لمدة أسبوعين في كل زيارة. نعم. شيخ، يعني من بعد هذه يعني التسهيلات الكبيرة وطبعا زيادة المدة وزيادة عدد التأشيرات المتكررة، نتكلم عن رسوم هذه التأشيرات، هل زاد بما أن زادت صلاحياتها، زادت أكثر مدتها، وأيضا زادت أكثر تسهيلاتها؟ لا، هي الرسوم بتكون نفس ما هي، ما بتتغير. يعني في هذه هي تغيرت في المرحلة الأولى، فالحين احنا يعني نضيف على التأشيرة الخدمة من غير لا نغير رسومها. فالرسوم ثابتة؟ اي نعم، الرسوم ثابتة. ثابتة. استاذ شوقي، لو تقول لنا ما هي طرق الحصول على هذه التأشيرات؟ طبعا ال 66 دولة ممكن يحصلون تأشيرة فورية بالمنافذ، وبتكون مثل ما بينا في سابقا لمدة 3 أشهر، وإقامة لمدة أسبوعين في كل زيارة. ممكن الحصول عليها عن طريق الموقع الإلكتروني www.evisa.gov.bh، أو موقع الشؤون الجنسية وجوازات الإقامة www.nabra.gov.bh. نعم، هذه بحد ذاتها تسهيل، لأن بس يروحون اللون يطلبونها. نعم. يعني كذلك بالنسبة لرجال الأعمال، هذه نسيت أذكرها، هي ممكن يحصلون على تأشيرات أيضا لمدة شهر ولعدة سفرات عن طريق، وإقامة لمدة أسبوعين عن طريق الإدارة. نعم. يعني الشيخ نتكلم عن الفترة الزمنية اللي تستغرقها تأشيرة إلكترونية. هو طبعا احنا الحين ياسين تحول طبعا لكل المعاملات الإلكترونية، هو سواء على الإي فيزا ولا عن طريق الإدارة، احنا حط لنا الوقت الزمني المعين يكون من 3 إلى 5 أيام. بس الحين يعني لو نشوف الإي فيزا تحكي عن تقريبا 80% الطلبات تكون جاهزة في 24 ساعة. في خلال 24 ساعة تكون جاهزة أي تأشيرة؟ تكون التأشيرة جاهزة 80% من الطلبات. بس أنت بس أنا حاطين حق روحنا مثلا حد اللي هو من 3 إلى 5 أيام، من 3 إلى 5 أيام أيام عمل تكون. شنو المتطلبات اللي يحتاجونها حق طلب التأشيرة دي؟ ما عندك أنواع هي في الطلبات التأشيرات. خلينا مثلا تحكي عن زوار دول مجلس التعاون، نحتاج إن هو يرفق لنا تأشيرة الزيارة لدول مجلس التعاون عشان نوافق له، وهذه بيكون يحصل له هو تأشيرة مدتها شهر متعددة مع مدة البقاء أسبوعين. تأشيرة رجال الأعمال يحتاج حق ضامن في البلد يضمنه ويقدم لك رجال الأعمال ويثبت ما هو رجل الأعمال، ويحصل له تأشيرة لمدتها شهر متعددة مدة البقاء أسبوعين. وعندك بعد الله يسلمك اللي هو الدول 102 ودول ومقيمين دول مجلس التعاون. دول 102 ومقيمين دول مجلس التعاون يحصلون على 3 أشهر متعددة مع مدة البقاء أسبوعين. أستاذ شوقي، يعني لو نتكلم عن استعدادات شؤون الجنسية والجوازات والإقامة في هذه المرحلة. نعم، احنا بدأنا من فترة تدريب الموظفين على عقد ورش عمل مكثفة، لأن الوقت بيصير للتطبيق الشهر الجاي إن شاء الله. فكانت ورش العمل وتدريب الموظفين وأيضا التواصل مع شركائنا في العمل من خلال التواصل معهم إعلاميا أو شن حملات إعلامية موسعة بحيث تعريف الجمهور والمستفيدين على الخدمة الجديدة. كذلك طورنا أجهزتنا
ونظام الحاسب الآلي واستعدادنا لمواجهة الأعداد المتوقعة إن شاء الله. شيخ أحمد، متى سيتم تدشين هذه التسهيلات إن شاء الله؟ وإن شاء الله بإذن الله في 1/4 بإذن الله إن شاء الله. يعني بمناسبة انطلاق الفورمولا 1 في مملكة البحرين، هو يعني تسهيل أكثر للسياح، هو بيصير في نفس الفترة إن شاء الله. إن شاء الله. هي معناتها شغلة ترى الفورمولا ترى هي من زمان، هي متعددة. وإحنا هاي تطبيق التأشيرات المتعددة هو مطبق من فترة طويلة في جسر الملك فهد يعني. فهاي يعني هي كانت عندنا تجربة عليها من قبل، فالحين جينا نطبقها على المنافذ، جميع المنافذ. اي نعم، جميع المنافذ وجميع التأشيرات ان شاء الله. نعم. استاذ شوقي، يعني نتكلم عن المشاريع المستقبلية لكم من بعد هذه التسهيلات، يعني طموح واهداف الشؤون الجنسية والجوازات ان شاء الله ما لها حدود. بعد ان شاء الله التطبيق المرحلة الثانية من التسهيلات بيكون هناك في قياس، بيكون هناك في تقييم ان شاء الله، وخروج ان شاء الله بالمحصله، المحصلات الايجابيه، ومن خلال دراسته ان شاء الله نطمح ان شاء الله الى تسهيل اكثر في تسهيل اجراءاتنا وتقديم خدماتنا. وان شاء الله في خطط الان الاداره تحول جميع خدماتنا ان شاء الله الى الخدمه الالكترونيه، جميع خدمات ان شاء الله بتقدم الكترونيا. نعم. السيد شوق محمد السبيعي مدير اداره المنافذ، والشيخ احمد بن عبد الله الخليفه مدير اداره التاشيرات والاقامه، كل الشكر لكم ونشكركم بالتوفيق ان شاء الله، وشكرا على هذه التاشيرات الحلوه اللي قاعد تسوونها لنا. ان شاء الله. شكرا لكم، يعطيكم العافيه وكل الشكر والتقدير لكم. نشكر يعني. طبعا مشاهدينا